أهلا بكم من جديد. أكدت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش أن الوضع الصحي للرئيس الباجي قائد السبسي في تحسن وأنه قد يغادر المستشفى قريبا. تطمينات لم تكن كافية لوضع حد للجدل القائم هناك على قدرة الرئيس على أداء مهامه، لا سيما في ظل عدم وجود محكمة دستورية عليا تتولى تنظيم أي مرحلة انتقالية مقبلة. يثير الوضع الصحي للرئيس الباجي قايد السبسي الكثير من القلق لدى التونسيين، قلق لم يخلو أيضا من جدل حول ما بات يوصف هنا بالمأزق الدستوري في حالة حصول فراغ رئاسي. فعدم تشكيل المحكمة الدستورية العليا المخولة قانونا بإعلان هذا الفراغ في حال وقوعه فتح الباب لتكهنات وسيناريوهات عديدة حول كيفية الخروج من هذا المأزق. المشكل يكمن في أن الطبقة السياسية في تونس تتصارع بينها، ليس بين الأحزاب فقط بل داخل الأحزاب، وهذه علامة سيئة تنبئ بالكثير من السوء، سواء على مستوى تفعيل الدستور أو الحراك في بعده الأمني وفي البلاد. من سيحل محل المحكمة الدستورية وكيف السبيل لتجاوز هذه الإشكالية؟ أسئلة كثيرة تطرح، رد عليها فقهاء القانون الدستوري وأحزاب تحت قبة البرلمان بضرورة أن يتولى مجلس النواب دون غيره إيجاد حل لهذه المسألة. حتى في غياب محكمة دستورية يمكن الالتجاء لمجلس نواب الشعب لإقرار حالة الشغور الوقتي أو حالة الشغور الدائم، باعتبار أن مجلس نواب الشعب هي السلطة التي تتمتع بقدر أعلى من المشروعية الشعبية. نعرف أنه في تونس، في النظام السياسي التونسي، جميع السلطات تتفرع من مجلس نواب الشعب حتى المحكمة الدستورية. يذهب البعض أيضا إلى ضرورة الالتجاء إلى الهيئة الدستورية المؤقتة لعلها تتوصل إلى اجتهاد دستوري يحدد طبيعة المرحلة المقبلة في حال الشغور الرئاسي. أصبح تشكيل المحكمة الدستورية أمرا ملحا في تونس يقول فقهاء القانون الدستوري. قد لا يتعلق الأمر بمرض الرئيس بحد ذاته، وإنما بإتمام تشكيل الهيئات الدستورية والمضي قدما في مسار الانتقال الديمقراطي، لسيما وأن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية وتشريعية حاسمة. جمال عز الدين، التلفزيون العربي.